الاحتفال بعيد الأضحى لا يقتصر على تقديم الأضاحي فحسب، بل يتعداه إلى مجموعة ممارسات غريبة بعيدة من الإسلام. في يوم عيد الأضحى يمارس المسلمون مجموعة من الشعائر ذات الفضل الكبير في هذه المناسبة، أهمها تقديم الأضحية، أداء صلاة العيد والغسل. لكن مسلمين كثراً لا يكتفون بها للاحتفال، بل يقومون بممارسات يقولون أنها ذات فائدة توارثتها الأجيال منذ زمن بعيد. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. من أغرب ما يؤمن به كثيرون حول ذبيحة العيد هو أنها ذات قدرة على توسيع حظ الفتيات العازبات وتأمين فرصة الزواج لهن، فكيف ذلك؟ في السنغال وموريتانيا مثلاً ينتشر الاعتقاد بأنه لو أخذت العزباء عين الذبيحة اليسرى وجففتها ثم سحقتها وخلطتها مع الكريمات ودهنت وجهها بالخليط فإن سوء الحظ سيزول عنها وستتزوج بسرعة. في مصر تعتقد بعض الجماعات بأن دم الذبيحة قادر على معالجة مشكلة خصوبة المرأة إذا عبرت 7 مرات فوقها. ليس كذلك فقط، بل يتصور كثيرون أن حرق صوف الأضحية واستنشاق الدخان المتصاعد منها ذو فائدة لمن يعاني مشكلات في الجهاز التنفسي. في ليبيا بعض كبار السن ما زالوا يحرصون على نقل هذه الطقوس إلى أولادهم وأحفادهم ويوصونهم باتباعها. يقوم بعض الليبيين بأخذ لسان الأضحية وطبخه جيداً لتقديمه للأطفال الصغار الذين لم ينطقوا بعد. يعتقد هؤلاء أن أكل لسان الحيوان سيساعد الطفل على النطق ويطلق لسانه لأن الذبيحة مباركة. قرون أضحية العيد لم تسلم أيضاً. في ليبيا يتصور بعض كبار السن أن الاحتفاظ بقرون الذبيحة في المنزل يجلب الحظ والسعادة لأهله ويمكنهم من امتلاك أضحية أخرى في عيد السنة اللاحقة. ومن المعتقدات الغريبة الشائعة في هذه المناسبة ما يتداوله البعض عن اختفاء القطط صباح يوم عيد الأضحى، وهو أمر غير مقنع وليس من الإسلام حسب ما رأى الشيخ حسام الدين محمد المفتش في وزارة الأوقاف المصرية، لأن القطط تنجذب لرائحة الذبائح التي تكثر يوم العيد. أينما بحثنا في مقالات لرجال دين نجد توصيات للناس بترك هذه الطقوس لأنها ليست من الإسلام، كما أن الإسلام يعظم العقل البشري والمنطق على عكس هذه الممارسات البعيدة كل البعد عن قواعد الدين الصحيحة. لكن مع ذلك لا تزال هذه العادات مستمرة وتنتقل عبر الأجيال.